أحيت شركة مسلم أخوان الرائدة في مجال تسويق المواد الغذائية الذكرى 40 لترويج المنتج لابيارا في الأسواق اللبنانية. جرى الاحتفال تحت رعاية السفارة الإسبانية بحضور وفد من شركة لابيارا ولفيف من الفعاليات الاقتصادية والأصدقاء. تضمن العشاء كلمات لسعادة سفيرة إسبانيا السيدة ميلاغروس هيرناندو ورئيس مجلس إدارة شركة مسلم أخوان السيد جو عبد الله وأحد أصحاب الشركة الأم نيتريكسبا جروب السيد خافيير فنتورا فيريرو. نتمنى لشركة مسلم إخوان ولابيارا النجاح الدائم.